بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمه على مر الأيام والأزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل في علاه أمرنا بالإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقهم بإحسان. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله أحبة الإيمان مجددا في هذه اللقاءات المباركة وفي هذه السلسلة الماتعة، سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة. ولا زال الحديث موصولا حول صوى الإسلام ومعالمه العظيمة، فقد تكلمنا في اللقاءات الماضية عن ثمرات الإيمان وثمرات التوحيد وثمرات السنة وثمرات التقوى والإخلاص والعلم. واليوم بإذن الله عز وجل سوف نعيش مع معلم آخر من معالم هذا الدين القويم، ألا وهو الإحسان. الإحسان أيها الأحبة عبادة جليلة أمر الله سبحانه وتعالى بها مرارا وتكرارا في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي الحديث: إن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء. فما المراد بالإحسان قبل أن نذكر ثمرات الإحسان؟ الإحسان أيها الأحبة يطلق على أمرين: الأمر الأول الإحسان في عبادة الخالق، والثاني الإحسان في معاملة المخلوق. الإحسان في عبادة الخالق أن يأتي الإنسان بالطاعات، وأن يجتنب الإنسان المعاصي والمنكرات مع استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تقدم الطاعات ملتزما بها، وتجتنب المعاصي والمنكرات مع استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى. والثاني الإحسان في معاملة الخلق، تحسن إلى الناس، تصبر معهم، تبتسم إليهم، تتواضع معهم، تبذل لهم. هذه الصفات العظيمة التي يتحلى بها الإنسان في معاملة الناس. واليوم تجد الناس بين طرفي نقيض، بعض الناس تجد عنده إقبال على الطاعة وبعد عن المعاصي، ولكن إذا أتيت إلى تعاملاته مع الناس رأيته بعيدا كل البعد عن معالم الإسلام. تجد منه البذاءة، تجد منه السوء، تجد منه الإيذاء. وعلى النقيض من ذلك، أحيانا تجد أناس في باب معاملة الناس أحسن ما يكونون في معاملة الناس، فإذا جئت إلى أبواب الطاعات إلى أبواب ارتكاب المعاصي تجد أن هذا الباب قد تساهل فيه تساهلا عظيما. فالإنسان يجمع بين الأمرين حتى يكون محسنا، وحتى ينال هذه الدرجات العظيمة والثمرات الغالية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. فما هي الثمرات أيها الأحبة لهذه الطاعة وهي طاعة الإحسان؟ أولى الثمرات أيها الأحبة أن الإحسان من الأسباب التي تدفع العداوات، التي تدفع العداوات. الله سبحانه وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما تدفع السوء والسيء والمعاملة السيئة بالتي هي أحسن، تنقلب هذه العداوة إلى علاقة حميمية، إلى ولاية بينك وبين هذا الخصم. هذه عبادة أيها الأحبة من العبادات الصعبة، من يطبقها اليوم؟ يأتيك إنسان فيذمك أن تمدحه، يأتي إنسان يسيء إليك فتحسن إليه، إنسان يأتيك بعبارات سيئة أنت تقابله بعبارات حسنة، تدفع بالتي هي أحسن. قليل من يستطيع أن يمسك نفسه وأن يتصف بالحلم في مقابل إساءة الآخرين.
ومن يتحلى بهذه الصفة هم أهل الإحسان، هم أهل الإحسان. بهذا الإحسان يستطيع الإنسان أن يقلب عداوات الناس، أن يقلب ما يحملونه من البغضاء في ضمائرهم نتيجة الإحسان في هذه المعاملة إلى علاقة ودية مباركة. أيضا أيها الأحبة، من الثمرات ثانيا أن أثر الإحسان سيرجع إليك في حياتك. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني أثر هذا الإحسان سيرجع في حياتك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تبر والديك، الله سبحانه وتعالى يرزقك بأبناء بررة. تحسن إلى الناس، الله سبحانه وتعالى يجعل الناس يحسنون إليك. تبذل، تحسن أخلاقك، تجد الثمرة الإيجابية التي ترجع في حياتك. فلن يذهب هذا الأمر هباء منثورا، بل سيرجع بإذن الله عز وجل في حياتك. أيضا من الثمرات ثالثا أن الإنسان لا يوفق في العلم إلا بالإحسان، إلا بالإحسان. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة يوسف عليه السلام ذكر، قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نتيجة هذا الإحسان الله سبحانه وتعالى فتح عليه الجانب الدنيوي الحكم، وآتاه الله سبحانه وتعالى الجانب الثاني وهو العلم، العلم البصيرة. ولذلك أيضا من الثمرات وهي متصلة بهذه الثمرة، الثمرة الرابعة، التوفيق لفهم هدايات القرآن. فهم هدايات القرآن: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. الإنسان المحسن يبشر بأن يكون من أهل القرآن، يكون من أهل الفهم. الله سبحانه وتعالى يوفقه، الله سبحانه وتعالى يبارك له. أيضا من الثمرات العظيمة أيها الأحبة خامسا، ومن منا لا يريد هذه الثمرة؟ الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى، الفوز بمحبة الله عز وجل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية تكررت أيها الأحبة في كتاب الله في خمس مواضع، كررها الله عز وجل تأكيدا لشأنها، أن الإنسان إذا كان محسنا فليبشر بمحبة الله عز وجل. وقد ذكرنا سابقا ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تقول أنا أحب الله، لا، كيف الله يحبك؟ ما هي الأعمال التي تفعلها في حياتك حتى يحبك الله سبحانه وتعالى؟ أيضا من الثمرات العظيمة سادسا، معية الله سبحانه وتعالى، معية الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا شرف هذا الإنسان، معية الله سبحانه وتعالى، تأييد الله سبحانه وتعالى، حفظ الله سبحانه وتعالى، كلاءة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، مسدد في بصره، في مشيه، في سمعه، الله معه. أنت اليوم لما تقول لأحد فلان معك من البشر يطمئن، لأنه واحد معه من البشر يساعده، كيف الله سبحانه وتعالى يكون معك؟ الله يكون مسدد لك، الله سبحانه وتعالى يكون ناصر لك، يكلؤك الله سبحانه وتعالى. أيضا سابعا من الثمرات أيها الأحبة رحمة الله سبحانه وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله، ماذا يريد الإنسان بعد رحمة الله سبحانه وتعالى؟ رحمة واحدة أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يتراحم بها الخلق، ولكن الإنسان إذا وفق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى فقد باء وحصل على الشرف العظيم، لأنه نال رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة ثامنا من الثمرات ضمان الأجور، ضمان الأجور. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجور مضمونة، ما تضيع عن الإنسان، الله سبحانه وتعالى يحفظها لك،
عند الله سبحانه وتعالى إن كنت من المحسنين. أيضا الأجور المضاعفة، الأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به أهل الإحسان، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الأجور العظيمة. عاشرا من الثمرات أيضا متعلق في باب الأجور زيادة الأجر. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة: وسنزيد المحسنين، وفي موضع آخر: سنزيد المحسنين. بشرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الزيادة. الحادي عشر من الثمرات البشرى العظيمة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر تنزيل الآيات قال: وبشرى للمحسنين. هذا الكتاب بشارة للإنسان. أنت بس مجرد ما تقول إنسان أبشر يفرح الإنسان، لأنها بشارة، فكيف إذا كانت البشارة من الله سبحانه وتعالى؟ أيضا أيها الأحبة، رضا الله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تحقق رضا الله سبحانه وتعالى. أنت غايتك في هذه الدنيا أن تفوز برضا الله عز وجل، تحضر هذه المجالس حتى تفوز برضا الله عز وجل، تبر والديك حتى تحظى برضا الله سبحانه وتعالى، تتصدق، تصوم، تصلي حتى تنال هذا الأمر العظيم. يتحقق هذا الأمر بأن تكون محسنا في حياتك. الإحسان كما قلنا بشقي، مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. أيضا أيها الأحبة، وعد الله سبحانه وتعالى بالجنة: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. هذه البشارة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان من أهل الجنة. ليس هذا فقط، بل المضاعفة: وما يشاءون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. بل الأعظم من ذلكم، وأختم بهذه الثمرة وهي ثمرة عظيمة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب الله سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب: فما أعطوا شيئا أحب من النظر إلى وجه الله تعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أعظم جزاء لأهل الإحسان أن يفوزوا بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. انظر إلى وصف هذا الوصف الحديث: فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل. الإنسان المؤمن من الدعوات المأثورة يسأل الله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أمر عظيم جسيم، ما يصل الإنسان إليه إلا بجملة من الأمور، من ضمنها أن يحقق الإنسان الإحسان في حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإحسان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.